السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل والي ودي قناه شوارع وانا من اسكندريه. النهارده الاحد 17 سبتمبر، النهارده لحد 17/9 موجودين في المكان المفضل لدينا في منطقه الشاطبي، المكان اللي لسه في اماكن كثيره مفتوحه من هنا من منطقه الشاطبي الى منطقه سيدي جابر. موجودين مباشرة أمام شاطئ السلسلة في منطقة الشاطبي، اللي كان زمان من هنا إلى كازينو الشاطبي القديم كان يسمى شاطئ الشاطبي. اللي ما عندوش فكرة إحنا فين، إحنا موجودين في منطقة اسمها منطقة الشاطبي في الوسط. منطقة الشاطبي سميت بهذا الاسم نسبة للعالم الجليل والشيخ الجليل سيدي محمد الشاطبي اللي مدفون في هذه المنطقة، أول من سكن هذه المنطقة واستوطن فيها عندما كانت رمال وتلال هو الشيخ محمد الشاطبي، أندلسي الأصل، فسميت المنطقة باسمه. يوجد ضريحه ومقامه في عمارة الأوقاف خلف المبنى الأحمر اللي أمامكم، مبنى إدارة جامعة اسكندرية، أيضا من أشهر معالم منطقة الشاطبي. المستشفى اللي أمامكم مستشفى الشاطبي، اشهر مستشفى للولاده في اسكندريه، طبعا تتبع جامعه اسكندريه كليه الطب. ايضا يوجد مكتبه اسكندريه وقاعه المؤتمرات الرئيسيه في منطقه الشاطبي. احنا في نهايه منطقه الشاطبي. ايضا المجمع النظري لجامعه اسكندريه موجود ايضا في الشاطبي خلف مكتبه اسكندريه وخلف مستشفى الشاطبي. كليه الاداب، تربيه، تجاره، حقوق، سياحه وفنادق. الصيف خلاص بيلم بدري بدري، النهارده 17. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد على اسكندريه يوصل لكم. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. الصيف بيلم بدري بدري كده، المصيف خلاص، كل سنه طيبين. ليه؟ علشان الصيف بدا بدري، الصيف السنه دي بدا بدري وكان الاجواء حر، فكان كثافه المصيفين فوق المعتاد، كانت كثافة المصيفين رهيبة جدا من نهاية شهر 6 إلى بداية شهر 9. شهر 8 كان المصيفين الشواطئ معظمها كانت معلقة يافطة كومبليت، يعني كان في شواطئ خلاص قالت للمصيفين كفاية روحوا بقى أماكن تانية، روحوا في الغرب، الشواطئ كومبليت، كانت أعداد رهيبة. علشان كده معظم المصيفين صيفوا بدري بدري، فأصبحت الآن الشواطئ خالية، تكاد تكون خالية إلا من المصيفين رقم 2 اللي هم مصيفين نهاية شهر 9. طبعا لسه مصيفين رقم 1 اللي هم الصفوة أو المصيفين أصحاب المزاج اللي هيوصلوا إن شاء الله بداية شهر 10 مع دخول الدراسة، هينزلوا معانا إن شاء الله المية من بداية شهر 10 إلى وصول بداية النواة إن شاء الله، يعني معانا نزول كده بإذن الله لحد بداية شهر 11 إن شاء الله. أمامنا من المناطق للي ما عندوش فكرة، إحنا موجودين في الشاطبي، بعد الشاطبي منطقة كامب شيزار، بعد منطقة كامب شيزار الإبراهيمية، بعد الإبراهيمية في سبورتنج، كليوباترا، سيدي جابر، استالي، إلى أن نصل إلى آخر نقطة في اسكندرية على البحر المتوسط، منطقة أبو قير. أما عن الأجواء، النهاردة مشمسة من الصباح الباكر، الجو معتدل جدا جدا جدا، درجة حرارة يعني ممكن نقول معتدلة هذه الأيام، درجة حرارة معتدلة، حتى مستويات الموج معتدل جدا، أجواء جميلة، أجواء ممتعة. الحمد لله العاصفة عدت على خير بدون أي خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، ورحم الله شهداء ليبيا وشهدائنا في ليبيا وشهداء شهدائنا الليبيين، وربنا يسترها على المغرب العربي وعلى المملكة المغربية وعلى سائر بلاد المسلمين والعرب وجميع البلاد إن شاء الله. بنكون سعداء وإحنا معاكم. طبعا حاليا اسكندرية بتتأهب لاستقبال العام الدراسي الجديد. طبعا التأهب الكبير بيكون في الجامعة، الطلبة الجدد سنة أولى طبعا بيكون في أول أسبوع هرج ومرج، طبعا إلى الآن موجود التنسيق بقى، وكل طالب لسه جاي اسكندرية من خارج المحافظات عاوز يعرف بقى هيسكن فين، هيقعد فين، أيا كان بقى هيكون سكنه في المدينة الجامعية بنات أو شباب،
هيسكنوا في شقق، هيسكنوا بجوار هنا كده، فبتبقى المدينه عندنا مضطربه شويه في البدايات بسبب سنه اولى جامعه. طبعا كل طلبه محافظات مصر كلهم على دماغنا من فوق، طالبه او طالب طالما هتلتزموا بالاخلاق وبالعادات والتقاليد، عادات ديننا وتقاليدنا واسرتنا وكل شيء على الراس من فوق، هتنحرفوا لا قدر الله، هتحيدوا عن هذا النظام، هتبقى تقعدوا على البحر وتحت التنداد وتهربوا من السكاشن والمحاضرات، هتقابلوا النتيجه المعروفه اللي احنا على طول بنشوفوها بجوار اسوار الجامعه كل يوم في ايام الدراسه. البنت بتكون بتعيط والولد طبعا نافش ريشه وقول لها انا ما وعدتكيش بحاجه، انا ما عملتش حاجه، كل شيء برغبتك، وهي تقول له طب هقول لاهلي ايه، مش عارفه ايه الكلام ده. ايام الدراسه يعلم الله بنشوفوه كل يوم بجوار اسوار الجامعه. فيا ريت الكل يلتزم، احنا شبابنا يلتزم، اللي جاي علينا الضيوف يلتزموا، علشان العمليه خلاص ما بقتش مستحمله هذه التفاهات يعني. وكل اب وكل ام بنتها ان شاء الله داخله جامعه سنه جديده، يا ريت كل اب وكل ام وكل اخ يحافظ على اخته، يحافظ على اخوه، ويسال رايحه فين، جايه منين، لو هي في مدينه جامعيه او ساكنه في شقه يسالوها برضو ساكنه مع مين، بتعملي ايه، بتخرجي فين، ده لا عيب ولا حرام. لو كل ام واب واخ عرف اخته ولا اخوه المغترب في اسكندريه بيدرس، بيعمل ايه، بيخرج مع مين، بيسهر ازاي، بيقضي يومه ازاي، ان شاء الله كل الامور هتعدي على خير. اتمنى اكون اسعدناكم، اشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.